اندلع حريق هائل منتصف الليلة في محل تجاري للمفروشات بحي شميلة في العاصمة صنعاء. وقال شهود عيان أن عربات الإطفاء هرعت بعد نصف ساعة إلى موقع الحريق الذي شب في محلات الإمبراطور للمفروشات، وتقوم حاليا بإخماده، موضحين أن وجود مفروشات وأسفنج تتميز بسرعة الاشتعال حال دون سرعة إخماد الحريق. هذا ولا يزال سبب الحريق مجهولا حتى ساعة كتابة الخبر.